بناء على الاضراب البطولي الذي يقوم به اسود ملحمة إكليميزيك منذ 1 مارس الى يومنا هذا الذي وصل الى حد اليوم 28 يوم. هذا الاضراب عن طعام الذي ياتي في اطار المطالبه بحقوقهم المشروعه، المطالبه باعاده محاكمتهم محاكمه عادله ومحاكمه مدنيه او اطلاق سراحهم فورا. حقيقة اليوم منذ 24 25 27 مارس بباريس هي أيام تضامنية مع المعتقلين، نأخذ إضراب عن الطعام مع أصدقائنا من المجتمع الفرنسي، وبالتالي بهذه الوقفة من هذا المكان وبناء على وضعهم الصحي المتدهور الذي أصبح يتطلب التدخل العاجل، نطالب كل يعني المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية المغربية وكل التقدميين في العالم من أجل الضغط على الدولة المغربية من أجل إيجاد حل لهذا الوضع المزري، الذي على الأقل إيجاد حل لوضعهم المضربين عن طعام، لأنه أصبحت الآن الوضع يتجه نحو الكارثة، يتجه نحو مفاجأة ربما سيئة، وبالتالي نطالب الضمائر الحية وكل التقدمين مرة أخرى من أجل الضغط على الدولة المغربية من أجل إيجاد حل عاجل وفك العزلة عن المضربين عن طعام وتلبية مطالبهم المشروعة التي تدخل في إطار حقهم في محاكمة عادلة مدنية.